الأخ شريف النشمي من صحيفة المواطن الإلكترونية يسأل: هناك بعض المدن لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا ولله الحمد، وهذا قد يعطي سكان تلك المدن الاطمئنان بعدم الانتشار الوباء لديهم، ويقومون بالتجمعات ومخالطة بعضهم البعض. ما هي نصائحك لهم؟ المدن أو المحافظات أو المناطق بل حتى الدول والأقاليم التي تأخر المرض أو الفيروس في الوصول لها والانتشار لا يعني أبداً أنه لم يصل لها في مراحل لاحقة. فالعالم يمر بجائحة، ومعنى كلمة جائحة أنه ليس فقط ينتقل في أقاليم أو مناطق أو قارات، بل في كل قارات العالم وبشكل مفتوح. الحركة وإن كانت قليلة وإن كانت محدودة وإن كان هناك إغلاق للحركة والدخول والخروج، إلا أن أيضاً الفرص قد تأتي من لحظات أو من إجراءات معينة نكون قد لم نلتزم فيها بالشكل المناسب أو لاستثناءات خارجة عن الإرادة. فالحذر دائما أن يكون موجود، ولا يعني الخلو من عدم وجود أفراد قد يكونوا في مرحلة حضانة الآن، وبعد فترة الحضانة قد تظهر أعراض يسيرة عليهم قد تختلط بأنها تشابه الإنفلونزا أو الزكام العادي. لذلك لا يوجد مجتمع في مناعة وحصانة من الإصابة بمئة بالمئة من هذا الفيروس حتى الآن. على الجميع أن يكونوا حذرين، التوصيات هي للعموم، التوصيات ليس لمنطقة دون منطقة أخرى، التوصيات للجميع. قد نلاحظ أن التدخلات متفاوتة والقوة في التدخلات متفاوتة والاحترازات متفاوتة، تخضع لعدة عوامل وهذه العوامل تقيم، ولكن حتى الآن العالم كله في مرحلة تعتبر في أعلى مراحل التنبه واليقظة والتقيد بالتعليمات دون أي استثناء لأي موقع إن كان، وإن كان حتى الآن لم تسجل فيه حالات.